أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.